السلام عليكم. 4 غرف وصالون دوبلكس في مجمع كنت. على اليسار في عنا الدرج بيطلع على الطابق الثاني. تحت الدرج مباشرة في عنا التواليت، التواليت اللي بيخدم الصالون. بالنسبة للمطبخ مساحة أكثر من 20 متر مربع. داخل المطبخ طبعا راح يكون فيه الجلاية، الفرن، وفي عنا الغاز ونظام تحليه الهواء. الصالون مساحة 28 متر مربع. يعني تراسة ومساحة كبيرة جدا. بالنسبة للطابق الثاني طبعا في عنا أول شيء الحمام اللي بيخدم غرفتين النوم، مساحته كبيرة. طبعا بكل شقة موجودين الشطافات. هون في معنا مكان الغسالة، التمديدات الصحية تبعها. هون في عنا الغرفة الثانية. هاي الغرفة الثالثة. وهي الماستر روم. طبعا الماستر روم كمان معها تراس، فيها حمام هون وفيها تراس من الطرفين، مساحته كبيرة. اطلالة التراس على داخل المجمع، وأيضا في إطلالة بحرية خفيفة. المجمع موجود في مدينة كوجاي لإزمت، منطقة يوفاجيك، موجودة في كافة الخدمات قريبة من المجمع طبعا.